السلام عليكم. رسالة للسيد مقتدى الصدر. نحن ثلث من معتصمين ساحة التحرير المعتصمين في شارع المحاذي للمطعم التركي. قررنا الانسحاب من هذا الشارع بسبب تصرفات أتباعك الماكثين فيه احتجاجا منا على الحركة الأخيرة الغير سلمية التي قاموا بها أتباعك من جهة وحفاظا على أرواحنا من جهة أخرى. فدخولهم لساحة التحرير والشارع المعتصمين فيه بسبب مشاجرة بين أحد المتظاهرين وأفراد من سرايا السلام، وقد تم معالجة الموقف قبل دخولهم المرعب وهم يحملون السلاح بشتى أنواعه والاعتداءات التي حصلت على بعض المتظاهرين السلميين، فما هو إلا تهاون وتطاول على سلمية الثورة والثوار. عاش العراق والعراقيون أحرارا كرماء.